اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم حكايات مع مروه عزام. رمضان كريم وزي ما اتفقنا احنا معاكم مكملين في النص الثاني من رمضان. النهارده معانا قصه بجد مهمه جدا وعايزه حضراتكم تسمعوها بكل التركيز. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كنت بجري في الشارع زي المجنون وانا بردد دعاء يونس عليه السلام عشان ربنا يلطف بعمر ابني، عمر اللي ماليش غيره في الدنيا كلها. من 10 دقايق بس جالي تليفون واحد قال لي ان عمر عمل حادثة كبيرة قوي، وولاد الحلال نقلوا المستشفى. ما كنتش عارف اي تفاصيل عن الحادثة ولا عن حالة ابني، بس قلبي ما كانش مطمن. صوت الراجل بيقول ان ابني في خطر، وفي خطر كبير قوي. واول ما وصلت اتأكدت من صدق احساسي، ابني الوحيد بين الحياة والموت، وانا عاجز ومش عارف اعمل له اي حاجة غير ان اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الدكاترة قالوا لي انه محتاج عملية في اسرع وقت، عملية مكلفة جدا وكل دقيقة فيها تأخير فيها خطر كبير على حياته. حسيت ان الدنيا كلها وقتها وقفت عند اللحظة دي. اصل المبلغ كبير قوي، ولو عشت عمري كل اشتغل مش هعرف اجمع ربعه. انا بشتغل مدرس حساب ويا دوب مرتبي على قدي، وعمري ما اديت دروس خصوصيه. كنت شايف ان واجبي اني اشرح للطلاب من غير اي فلوس، كنت بساعدهم دايما من غير اي مقابل. والحمد لله كل الفصول اللي انا مسكتها على مدار عمري كانت دايما بيكونوا من الاوائل. سهرت طول الليل مش عارفه اعمل ايه، عايزه اشوف حل للمصيبه اللي انا فيها. لازم انقذ ابني، انا ماليش غيره بعد موت امه وهو صغير. ده انا ما اتجوزتش عشان اربيه، يضيع مني بالسهوله دي. استغفرت ربنا كتير وقمت صليت على ركعتين وفضلت ادعي ربنا كتير. وبعدها رحت المستشفى، فضلت قاعد بره على الرصيف لان الزياره ممنوعه، وعمر اصلا في العنايه المركزه. ما كانش على لساني وقتها غير دعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واول لما النهار طلع جريت بسرعه ودخلت المستشفى زي المجنون. الممرضه اول ما شافتني لقيتها بتضحك وقالت لي ايه اللي بينك وبين ربنا يا راجل يا طيب؟ قلت لها ايه اللي بيحصل؟ ابني فاق. قالت لي لا بس هيعمل العمليه كمان شويه، ادخل بسرعه الدكتور عايزك عشان يتكلم معاك. قلت لها عايزني انا؟ هيعمل العمليه ازاي يا بنتي؟ فهميني ارجوكي، انا مش معايا اي فلوس، قولي لي ايه اللي حصل. قالت لي دكتور سامح هو اللي هيعملها له ومش هياخد منك ولا مليم. سبحان الله، اول مره اعرف ان في ناس ممكن تساعد بالطريقه دي، وبالطريقه دي في السرعه دي ابني هيعمل العمليه. دخلت بسرعه لدكتور سامح عشان اشكره. اصل معقول لسه في ناس بالانسانيه دي؟ لسه في ناس فيهم خير قوي كده؟ واول ما شفته عيطت، ما كنتش قادر استنى طولي، ما بقتش قادر اقف على رجلي. بس هو سندني وقعدني على الكرسي ولقيته بيقول لي يا مستر عزيز انت عجزت قوي. قلت له انت تعرفني يا ابني؟ قال لي وهو بيعيط ايوه طبعا اعرفك، انا سامح، انت مش فاكرني ولا ايه يا مستر؟ انا كنت طالب عندك وعمري ما هنسى اللي عملته معايا. ركزت في ملامحه، حاولت افتكره، وفعلا افتكرته، بس مش قادر اصدق انه بقى دكتور. اصل سامح ده كان طفل صعب قوي، وكان بيعاني من ضغوط نفسيه كبيره، كان عدواني وعنيف، وكل ده بسبب موت امه ومعامله مرات ابوه الاسيا. انا وقتها فاكر اني احتويته وصاحبته، وكنت بجيبه عندي البيت اذاكر له مع عمر ابني. وكلمت بابا وفهمته، قلت له ان ابني متدمر نفسيا، كان والده دكتور كبير جدا وكان طول الوقت مشغول في شغله ومش عارف ايه اللي بيحصل في بيته. وفي الحقيقة ان اول لما عرف اتصدم جدا، لانه كان فاهم امور كتير غلط بسبب مراته الله يسامحها، كانت شيطانة وكانت بتعامل الولد معاملة قاسية جدا. وبدأ يقرب من ابنه اكتر، وبعد فترة عرفت انه طلق مراته واخد ابنه وسافر وسابوا البلد. فقت من سرحاني على صوته وهو بيقول لي انا عمري ما نسيتك ابدا يا مستر، حاولت اوصلك كتير بس انت سبت المدرسة وعزلت وما عرفتش اوصل لك نهائي. انا بدعي لك في كل صلاه، وما كنتش عارف ارد فضلك عليا ازاي، لولاك ما كنتش بقيت الدكتور سامح. والنهارده كان عندي عمليات، ولما عرفت حاله عمر وقريت اسمه زعلت عليه قوي كان اخويا بالظبط. ما تشيلش هم اي حاجه، دلوقتي جه دوري عشان ارد لك جزء من احسانك. ده ربنا بيقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. ما بقتش مصدق
سامح العيل الصغير كبر وبقى دكتور، دكتور قد الدنيا، ومش بس دكتور عادي، ده دكتور ناجح وليه اسم كبير قوي، وهو اللي هينقذ ابني بعد ربنا ويعمل له العمليه كمان. عرفت وقتها ان مفيش خير بيضيع ابدا، ولو الخير حتى اتنسى من البشر ربنا عمره ما بينسى، وان افضل رصيد تعمله في حياتك وتحوشه لوقت العوزه هو الاحسان، هو العطاء، ده الرصيد اللي هيتضاعف وعمره ما هيروح، وباذن الله ابني هيقوم بالسلامه. وما كنتش اعرف اني بعمل له تحويشه كبيره قوي اهم من الفلوس، كنت بعمل له ناس طيبه، ناس عارفه ربنا، احتجتهم ولما احتجتهم لقيتهم. وعشان كده ارجوكم احسنوا لبعض، ان الله يحب المحسنين، ويا بخت اللي ربنا بيحبه. خلوني اطلع فاصل ونرجع نستقبل الشيخ كارم ممدوح اللي هيعرفنا معنى العطاء والاحسان. سنعود. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي قصر نظر بس، يعني الحاجات القريبه ما بشوفهاش، انما الحاجات البعيده بسم الله ما شاء الله برضه ما بشوفهاش. حسيت لو انا عامله كيف الرجاله، انا شكلي هروح فيكي في داهيه انت وكوكي بتاعك ده. اقول على الفاصل انت ايه اللي بتعمليه ده؟ وزي ما قلنا قبل الفاصل مفيش خير بيروح ابدا، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. خلوني ارحب معاكم بالشيخ كارم ممدوح من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك. اهلا دكتوره، ربنا يبارك في عمرك ويرضى عليكي. النهارده كان في قصه عظيمه قوي، قصه بتعرفنا ان مفيش خير بيروح ابدا. المدرس اللي كان واخد باله قوي من الطلاب بيعملهم بمنتهى الضمير والامانه، ربنا حطه في اختبار حقيقي، واول طالب كان واقف جنبه بيساعده هو كان سبب رئيسي في شفاء ابنه بعد ربنا. فاحنا عارفين طبعا ان مفيش حاجه بتروح ابدا، لان ربنا ما بينساش حتى لو البشر نسيوا. حضرتك قول لي تعليقك ايه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، الاحسان من المعاني الجميله جدا الساميه جدا، وهو من الحسن، وهو كمال الاخلاص، وعرفه نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام وقال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في قولك كأن الله يراك، أن تتعامل مع الله بفعلك كأن الله يراك، أن تتعامل مع الله في عبادتك كأن الله يراك، أن تتعامل مع الله في خلوتك كأن الله يراك. واعلم علم اليقين أن هذا كمال العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنه يراك. هذا الذي صنعه مع هذا الإنسان، هو لا يرى أباه ولا يرى أمه، ولكنه يعلم أن الله يراه. فلما علم أن الله يراه ربنا قال له خلي بالك، صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكأ. هذا لما ابتلاه الله سبحانه في فلذة كبده وقرة عينه، كان عنده رصيد من الإحسان عند الله، فعندما وقع في بلية نادى ربه بهذا الرصيد، فإذ بهذه العطايا تتنزل عليه. وهؤلاء أصحاب الكهف لما أغلق عليهم هذا الغار وكلهم قالوا والله لن ينجو أحد منكم من هذا المكان إلا بعمل خالص فيه إخلاص وإحسان بينه وبين ربه، فكل واحد منهم تقرب إلى الله بعمل من أعمال الإحسان، لأن كل الأعمال من الممكن أن يعتريها الرياء، والرياء يذهب ويفنى ولا ينظر الله إليه إلا الإحسان، فهو الذي يدوم، فيجني ثماره العبد في الدنيا قبل الآخرة فيجده عند الله. فلما تقرب كل واحد منهم بعمل خالص فيه إحسان لله فرج الله عنهم ما هم فيه، فهذا مصداق للحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لنا أن نعبد الله كأنه يرانا، فإذا لم يكن يرانا فإنه كذلك يرانا. ثم إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يجسد على هذا المعنى بقول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني كلام حضرتك جميل قوي. وعايز أسألك سؤال، إيه اللي يخليني أنا كبني آدم أو بني آدم بعمل خير أو عطاء ابقى عارف ان ربنا قبله؟ ازاي ابقى واثق ان الحمد لله ده ربنا تقبله؟ ممكن يبقى في علامات طبعاً ان ربنا تقبل؟ طبعا في علامات كبيره جدا جدا جدا.
أول هذه العلامات هي علامة الرضا. عندما تعطي تجد الرضا، تجد انشراحا في الصدر، تجد إقبالا على العطية، وتجد إقبالا على الإحسان، وتجد إقبالا على فعل الخير، لأن الحسنة تلوها الحسنة. الله سبحانه وتعالى إذا فعل العبد حسنة واحدة فتح الله له أبوابا من الحسنات. عشان كده الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم كانوا يتنافسون دائما في فعل الخير، كل واحد فيهم كان له باب من أبواب الخير. لما سيدنا النبي يستيقظ ذات يوم ويقول من أصبح منكم اليوم صائما، سيدنا أبو بكر يرفع يده في التوي واللحظة ويقول أنا يا رسول الله، ثم يسأله النبي مرة ثانية ويقول من أصبح منكم اليوم وقد زار مريضا وقد عاد مريضا، إذ بأبي بكر يرفع يده ويقول أنا يا رسول الله، ثم يسأل النبي من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة، من أصبح منكم اليوم وقد شيع جنازة، من أصبح، فإذ بأبي بكر يقول في كل سؤال أنا يا رسول الله. ثم يقول له النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا وأدخلاه الجنة. ده حال الصحابة في فعل الخير، حالهم لما كانوا يعملوا خير مع ربنا، وإزاي ربنا يشرح صدورهم ويوفقهم لفعل الخير. وربنا سبحانه وتعالى، خلي بال حضرتك يا دكتورة، إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيسخر للخير أي حد، لا ده ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله. يا رب لما ربنا يحب حضرتك ويحبك، لما تشوف انت بتعمل خير يستعملك في فعل الخير يا رب، يبعتلك رسالة فيها خير يا رب. وعشان كده خلينا انا واثقة ان شاء الله ان القعدة دي ان شاء الله مباركة، ويا رب يكون ربنا استعملني واستعمل حضرتك في الخير. خلونا نشوف تقرير من مؤسسة فيكم الخير ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا بفضل تعالى عندنا في بيوتنا فرش واثنين وثلاثة، عندنا غرفة أنترية، عندنا غرفة صالون، غرفة نوم، غرفة نوم أطفال، غرفة ضيفة، عندنا أكتر بفضل تعالى من مكان مخصص لينا ولضيوفنا الجايين. لما تخش بيت حد ما تلاقيش فيه فرش خالص، ولما تلاقي أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد أو 7 أفراد، وتبص تلاقي إن الأسرة دي بدأت تبيع العفش بتاعها والفرش بتاعها عشان تقدر تتقوى بها على مطالب الحياة وتقدر تعيش به، حاجة صعبة جدا جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف ام حبيبه محتاجه ايه. محتاجه ايه يا ام حبيبه؟ محتاجه والله فرش باك كامل، انا بحت حاجتي كلها عشان ظروف البيت عندي مش داخلني دخل، ويعلم بربنا بظروفي، وبروح السوق وبشتغل وبسيب ولادي في الشارع لما باجي، وحالتي تعبانه ومش داخل لي حاجه والحمد لله. عندي اكتر حاجه محتاجاها من اهل الخير اللي سامعيني دلوقتي وعايزين يساعدوكي، اكتر حاجه محتاجاها؟ انا ما عنديش فرش خالص، انا كنت قاعده بالايجار وبحت حاجتي كلها، ما عنديش حاجه خالص، ولا عندي سرير ولا تلاجة ولا غسالة، بحت كل حاجتي وقاعدين فرشين حصيرة، ولادي بيناموا على الأرض معايا وما فيش حاجة، وهو احتبر أوضة اللي احنا قاعدين فيها. عليك ديون ولا حاجة؟ جايبة كارد من تسهيل، وجايبة كارد وجابة فلوس بالربا من توبة من الحوشة، حتى عندنا اسمها الحوشة جابة منها فلوس، وعندي الأوراق دي كليتها ومستعدة اللي أنا أوريها لكم وتشوفوها وتصوروها. يا جماعة أنا مش عايز أعدد على أم حبيبة يعني كم الوجع اللي هي عايشاه، لأن الإنسان ممكن يكون عايش وعايش عيشة بسيطة جدا وهامشية جدا إن هو راضي، بس أنا عايز أقولك لما يقعد يعدد كم المعاناة دي بتوجع قلبه قوي قوي قوي. فإحنا يعني عايزين نحافظ معلش عليها بقدر الإمكان. هي قالت لنا حاجتين، بتقول والله يا جماعة أنا بعت فرش كله، فهي محتاجة فرش، بتقول أنا عليا ديون واخدة قرض واخدة غيره. محتاجين يا جماعة من أهل الخير اللي يساعد الحاجة أم حبيبة، محتاجين حد يتصل دلوقتي. ايوه اتصل دلوقتي على ام حبيبه، كون سببا يا جماعه ان انت تمسح الهم والحزن واللي عايشاه ام حبيبه. عايزين كلنا نفرح الحاجه ام حبيبه، واحنا في موسم طاعه في موسم خير، محتاجين كلنا نرسم الخير على وشها وعلى اهلها. ام حبيبه معها 4 أولاد، بتقول والله يا جماعه اولادي بيناموا على الارض. انت متخيل في الشتاء دي يا جماعه الناس بتنام على الارض واولاد، يعني معلش ممكن اي حشره من الحشرات تدخل عليهم بالليل او النهار، هي لا تامن على نفسها ولا على اولادها. مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله نتصل على المؤسسة حالا على الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة، ونتكفل بالأسرة دي. حد يتكفل براتب شهري، حد يتكفل بتجهيز فرش البيت، حد يتكفل بسداد هذا القرض. اللي هيسد عن الأسرة دي الدين ربنا سبحانه وتعالى هيسد عنه. سيدنا النبي قال لنا كده، من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. ربنا يفرج كربك، ربنا يزيل همك،
ربنا يذهب حزنك لما تفرش كرب الأسرة دي، لما تشوف كم المعاناة اللي الأسرة دي عايشاها، لما تشوف أم حبيبة وهي بتبص لك وتنجدك بتقول لك يا أخويا اللي سامعني وشايفني حس بحالتي، حس بظروفي، أولادي بيناموا على الأرض، بيتي ما فيهوش أي فرش، عليا ديون بالليل والنهار، كل يوم خايفة حد يضرب على الباب ويخبط على الباب وقول أنا محتاج الفلوس اللي أنت استلفتيها، محتاج القرض اللي أنت أخدتيه. طب مين يا أهل الخير اللي هيمسح الدمعات؟ مين يا أهل الخير اللي هينسم الفرح والسرور؟ مين يا أهل الخير اللي هيكون سبب في تفريج هذا القرب؟ مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله كلنا فينا الخير، قلوبنا فينا الخير، عايزين نسقط هذا الخير على أرض الواقع مع مؤسسة فيكم الخير. مؤسسة فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بإيديكم هنوفر لهم حياة. مؤسسة فيكم الخير، الخير منكم وليكم. وزي ما سمعنا وشفنا أم حبيبة، أم حبيبة ما عندهاش عفش، ما عندهاش أساس تنام عليه، ولادها بيناموا على الأرض، ما عندهمش حتى أي حاجة من 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 أساسيات الحياة، لا تلاجة ولا بوتجاز ولا عفش ولا سراير ولا أي شيء. عشان كده إحنا بنشدكم تاني، وأنا بنشدكم بكل يعني ما أوتتني القوة، كلنا لازم نساعد مؤسسة فيكم الخير. الأرقام بتنزل، ولازم حضراتكم بإذن الله بإذن الله اللي بيعمل خير، يعني ما فيش حالات أكتر من كده تستحق الخير. يا شيخنا كلمني عن المؤسسة ودورها ونشاطها وإيه المساعدات اللي بتقدموها بأشكال مختلفة. أنا عارفة أن أنتوا بتعملوا حاجات كتير قوي. بفضل الله اللهم لك الحمد، المؤسسة لها في كل محافظة بفضل الله تعالى خير وباب مفتوح للخير، سواء بتستقبل حالات أو سواء بتساعد حالات. بفضل الله اللهم لك الحمد ساعدنا أكتر من حالة في محافظة الفيوم، وأكتر من حالة في محافظة بني سويف، واكتر من حاله في محافظات هنا في القاهره. طبعا الاماكن اللي احنا بنشوفها في التقارير دي قرى جوه المحافظات. قرى جوه المحافظات، جوه المراكز، قرى مهمشه ما حدش عارف عنها حاجه، بعيده جدا جدا جدا. يعني كم المعاناه اللي بنشوفه يعني في مشقه السفر وطول السفر، ولكن بفضل الله هذه المعاناه كلها تذهب في ميزان حسنات. عندما حد من المتبرعين والمصدقين يتصلوا يا جماعه انا هساعد الحاله الفلانيه، انا عاوز حضرتك والله يا دكتوره مروه، الواحد يبقى تعبان جدا جدا من مشقة السفر وطول السفر، ولكن لما نشوف فرحة ست زي أم حبيبة أو غيرها لما ساعدناها حلت مشكلتها. والله اللهم لك الحمد، وهذا مصداق لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى قال أحب الناس إلى الله أنفعهم من الناس، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال سرور تدخله على قلب مسلم. ده أفضل حاجة يا جماعة، يا رب. أفضل حاجة لما نمسح دي ست هي باعت فرشها معلش عشان تشتري نص إيراد بس، بتقول والله عايزاه يقوين، محتاجة يا جماعة من أهل الخير اللي هي نص الأرض ده، يعني محتاجة لمنين؟ محتاج نسقفه، محتاجة فضل تعالى من ضمن أنشطة المؤسسة تسقيف المنازل، من ضمن أنشطة المؤسسة توصيل وصلات المية، من ضمن أنشطة المؤسسة مساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين. فإحنا بنشد أهل الخير جميع الزكوات يا جماعة، ربنا صلى الله عليه وسلم إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها. كل الأصناف الثمانية اللي ربنا تعالى ذكرهم في القرآن كلهم اجتمعوا في الحالات اللي معانا في مؤسسة فيكم الخير. اللي عنده زكاة ماله يعني تبرع بيها لمؤسسة فيكم خاصة فيكم مكان موثوق فيه معروف، شايفين بعينينا يعني احنا شايفين حالتها قد ايه صعبة. الحالة ايه؟ الحالة بتنشدكم يا جماعة باسم الله واسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لكم يا أهل الخير أنا محتاجة، محتاجة للزكاة، محتاجة للصدقات، محتاجة لكل خير، حتى لو سهم واحد اللي مش يقدر يتكفل بالحالة كاملة يساعد معاه. محدش يستهون، ممكن تكون حاجة قليلة بس أولا عند ربنا عظيمة، ثانيا حاجة على حاجة على حاجة أكيد ممكن تحل أزمة. طبعا حضراتكم بقى كمؤسسة، كمؤسسة فيكم الخير محتاجين إيه عشان تكبروا أكتر وأكتر وتساعدوا ناس أكتر؟ محتاجين والله، إحنا عندنا كم من حالات كبيرة جدا جدا، إحنا عندنا دلوقتي حالا يعني خلاص بعد أسبوعين كده بفضل تعالى عندنا أكتر من بنت يتيمة على وش زواج، والله يا دكتورة مروة فرحها تأجل سنة وسنتين بسبب الجهاز. ما ترن علينا يا جماعه يا اهل الخير، انت جيتوا شفتوا البنت، طب ساعدوها انت، طب البنت كذا، وفيهم ناس تاجلت وفيهم ناس خلاص متعلقه، املها الوحيد فينا لما رحنا ام حبيبه، املها الوحيد ام حبيبه يا جماعه بتنام عند جيران يعني معلش جوزها بينام في مكان، طبعا حالتها صعبه يعني لان ابسط امور انها تعيش حياه هي طبيعيه يا جماعه، معلش تسقيف المنزل كامل او البيت مع مؤسسة فيكم خير 30,000 جنيه، مبلغ بسيط وزايد جدا بس هيفرق في حياة أم حبيبة، هو أمل أم حبيبة في الحياة كلها. والناس كمان بتشوف بعد ما البيت بيتسقف. طبعا الله، احنا لنا بفضل تقريرين، تقرير قبل المساعدة وتقرير بعد المساعدة بفضل الله. ان شاء الله يا رب يا رب اهل الخير كتير قوي، وانا واثقه ان احنا في ايام خير والناس بتحب تعمل خير خاصه في شهر رمضان الكريم. معايا تقرير تاني خلينا نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. خير سامعيني؟
مش محتاجة بس اللي تعدل عن ترسك يوديني السوق ويجيبني، بس عند عيل مريض يروح مصر ويجي. والله بقالي 3 سنين بجري علي على الشيوخة، ما عنديش الا كده. انا بس مش طالبه منهم الا ادي عن تريسيكل يوكلني عايش ويوديني هنا وهنا بس، ادي وما حلتش والله ولا بيت ولا غيت الا هو اللي ادي عن البدل، قسما بالله ما هو الذي ومش انا اللي بنيه، اهل الخير برضه اللي بنيه لي. دمعات الحاجه هناء غاليه علينا يا جماعه، دمعاتها لما بتبكي كده قدامنا وتقول والله العظيم انا ما فيش اي دخل عندي، جوزي تعبان وظروفي كذا ودينيتي كذا كذا، معلش لازم كلنا نقدر نتفاعل مع هذه الدمعات. بتقول يا جماعه انا محتاجه بس مشروع خير، بتقول انا بروح السوق ببيع اي حاجه، حد يتكفل بالحاجه هناء يا جماعه. بتقول محتاجه تريسيكل اجيب عليه اي حاجه والف بيه، شفت لما ستي تركب تريسيكل وتلف بيه، ومحتاجه اي حاجه اي مشروع يا جماعه، لو حد من اهل الخير يجيب لها بضاعه تبيعها في البيت، نعمل لها مثلا كده دكان صغير، سوبر ماركت صغير، اي حاجه تساعد على الدخل. جوزها تعبان وابنها مريض بقاله 3 سنين، اجتمع عليها معلش مر التعب ومر الاسى، شايله المسؤوليه. والله بعت حاجتي اي حد شدمه كلها تقول لك على ابن ربيع. يا جماعه احنا هنا في محافظه الفيوم مركز اطسا قريه اسمها قريه شدموه، بنشدكم من خلال مؤسسه فيكم الخير، بنقول لكم يا اهل الخير محتاجين نساعد الحاجه دي، الحاجه دي ليها حق علينا، ليها حق في رقبتنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كلنا جسد واحد يا جماعه، ما ينفعش اختنا دي تبقى قاعده كده واحنا نسيبها. مع مؤسسكم الخير ان شاء الله هنساعدها ونسعدها بيكم وبصدقاتكم وزكواتكم ان شاء الله. مؤسسه فيكم الخير بدعمكم هنساعدهم، بايديكم هنوفر لهم حياه. مؤسسه فيكم الخير، الخير منكم وليكم. دموع الحاجة أم هناء غالية قوي ووجعت قلوبنا أكيد، وأنا عارفة واثقة في القلوب الرحيمة اللي مش هتنساها. يمكن الناس دي طلباتها بسيطة جدا، بتحلم إنها تعيش عيشة طبيعية، بتحلم بأبسط أمور الحياة إنهم يعرفوا يعيشوا، نفسها في تروسيكل يوديها تبيع أي حاجة، يعني مش عايزة تقعد في البيت ولا حد يصرف عليها، دي عايزة تتعب وتجتهد وتشتغل، خاصة إن زوجها مريض ومش قادر على العمل. يا رب اجعلنا كلنا سبب، مؤسسة فيكم الخير سبب النهاردة في كل حد بيسمعني جايلكم لحد عندكم، بتقول لكم تقدروا، ربنا موجود وربنا قادر على كل شيء. يا رب يا رب بإذن الله نقدر كلنا نساعد بعض وما يبقاش في أي محتاج. الأرقام بتنزل قدام حضراتكم، أرجوكم أرجوكم عايزين نساعد الحاجة أم هناء وغيرها 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 عشان ما يبقاش في أي حد محتاج. قولي حضرتك يا شيخ كارم، قولي إيه اللي حضرتك يعني الإنجازات اللي أنتوا عملتوها حققتوها لحد دلوقتي في المؤسسة. اللهم لك الحمد، يعني أكتر من إنجاز بفضل الله حققناه، اللهم لك الحمد. كم من الأطفال عملنا عاملات بفضل الله، اللهم لك الحمد. وكم من البيوت كنا سبب في سترها، اللهم لك الحمد. مصداقا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخره. بس والله يا دكتوره مروه يعني اخشى ان الحاج هناء تيجي يوم القيامه وتقف كده بيننا وبين ربنا، اخشى من ذلك قوي، يعني اخاف قوي ان ستي تيجي وتقول يا رب انا طلبت منهم حاجه بسيطه جدا جدا، كانت في متداول ومتناول طبعاً الجميع طبعاً، ولكنهم تكسروا. وفي ناس بتصرف فلوس يعني في حاجات ما بلا قيمه، يعني تريسيكل 50,000 او 60,000 جنيه، بتقول انا هشتغل قوي، دي ست عايزه تشتغل يا جماعه، عايزه تعف نفسها. المراه يا جماعه لما حنت الى كلب واحسنت الى كلب غفر الله لها وادخلها الجنه، ده حنت لحيوان، تفاعلت مع حيوان، رحمت حيوان، أشفقت على حيوان فغفر الله لها وشكر الله لها وأدخلها الجنة. فما بالنا إذا أحسننا إلى الحاجة هناء، ما بالنا إذا أشفقنا عليها ورحمناها. محتاجين مع مؤسسة فيكم الخير نمد إيد الخير ونساعد مع مؤسسة فيكم الخير إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله أنا واثقة في أهل الخير اللي هيساعدوا أم هناء وغير أم هناء، بإذن الله بإذن الله مش هيبقى في حالة محتاجة. إحنا في أيام مباركة وكريمة، زكاة مالك حطها في المكان الصحيح، صدقتك حطها في المكان الصحيح، حطها وأنت قلبك مطمن إنك اخترت الناس الصح والأناس اللي محتاجة حقيقي، والمؤسسة اللي بتعرف توصل لكل محتاج لحد عنده ولحد بيته. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بحبكم في الله وتحياتي ليكم. مروة عزام.